ايه والله انا بزيك يا عم. وريني يا ابراهيم. يا كابتن. لا 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 يا اخي والله ما فيها حاجه، والله ما فيها. لا يا ابراهيم، لا يا ابراهيم، مش عامله لها حاجه يا ابراهيم. طبطب عليه، طبطب عليه، طبطب عليه. ايه هات سك، بالراحة بالراحة بالراحة. سايس سايس. سلم يلا، اقعد يا هلا. سلم يلا، اوكي. Hey! Hey! Hey!
بس بس خير. لا لا لا، خش خش على الكلب على طول، اشخط فيه ولا اقعد. اقعد. حل السلسلة. اقعد. اقعد. المس واجري. اقعد تعال. ايوه كده. خش على الكلب على طول، قول له اقعد، اشخط فيه. اه. اشخط فيه. آه. اشخط فيه. اقعد يلا. اقعد يلا. هل السلسلة؟ مد ايدك على السلسلة. مد ايدك على السلسلة. اقعد يلا. اقعد يلا. اقعد وطع السلسلة. وطع السلسلة. استعمل خياط. انت مالك انت؟ وريني يا ابراهيم. وريني يا ابراهيم. والله العظيم ازيك. وريني يا ابراهيم. اه يا كابتن. لا 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 يا اخي، والله ما فيها حاجة. والله ما فيها. لا يا ابراهيم. لا يا ابراهيم. مش عامل لها حاجة. يا ابراهيم. يا مصطفى. مش رايح يا مصطفى، اقعد واسكت. مش رايح. ربنا من الرايق. مصطفى. تعالى يا باشا. وربنا من رايق. انتوا بتضحكوا عليه ليه يا جماعه؟ انت 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 كنت عامل عنتيل مع ميلو. تمام. وعملت كل كلب. انت عارف اللي انت بتعمله ده ابراهيم؟ اللي انت بتعمله يا عم اقعد. انا عايز امسكه. انت عارف ميلو عامل لك ازاي؟ بص امسكها كده اهو. شوف انك لك لمسه بس لمسه. خلي بالك انا عارف ان رجعته لورا الكلب هيعلق فيه. ده لمسه بس. شوف خل... هو بيجاوع. هو بيجاوع. هو عامل فيها عبده. عبده السباع. ما حلته والله. ما هو حله وربطه. بس هو شال حله وربطه. وجا عامل ايه بعد ما حله وربطه؟ يا لمسه وجاري. بيعمل الحركه اللي هو بيعملها معاكم، يعني ايه؟ بيتخابس عشان اللي يجي بعد منه ما يعرفش. شوف ربنا عامل معاه ايه. قال له طب تعال. ايوه 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 تعالى. عايز حقنه. عايز يا يا ابراهيم. اظن في حاجه اسمها احترام اللي انت بتشتغل معاه. في حاجه اسمها تقدير اللي انت بتشتغل معاه. اتفضل غير البنطلون يا ابراهيم. انا ما قلتكش روح. ماشي. طب بعد اذن حضرتك. بعد اذن حضرتك. طب بعد اذنك اتفضل غير البنطلون. ومصطفى هياخدك ويطلع معاك على مستشفى الحوش. هتاخد حقنه وانت واقف وتيجي على طول في 5 دقايق بعد اذنك يا ابراهيم. اللي نقوله تمشيه. تمام. احترام للي انت شغال معاه. ايه هتدارهم السكه. لو عندك كفاءه خليه ضايق. لو عندك كفاءه ما تحترمنيش وخليه ضايق. احترمك يا كابتن وكلامك. انت على راسي يا ابراهيم. يا ابراهيم. نعم يا كابتن. مفيش هزار. مش مفيش. ما انا عارف ان هي اصلا ما فيهاش حاجه. ما انا عارف ان مش مستاهله وخالص. وفرفوره وعيوطه. انت عايز تثبت للناس اللي معاك هنا ان انت مش شغلاك يعني. لا 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 والله ما. لا ولا ده صغير. لا اللي نقول عليه اتعمل. وهتمشي على الجدول. لو ما مشيتش على الجدول يا ابراهيم هتبقى اللي بيني وبينك وهتبقى مفرجه بقى وهنزعل منك. لا يا كابتن. ماشي. يا مصطفى. رايح. اتفضل يا ابراهيم خش غير.
الاول قبل ما تغير، خش الاول الحمام اغسل بميه بصابون، ادعكها بالصابون، فاهم؟ اتفضل خش الحمام الاول. طيب ماشي، تدعكها بميه بصابون. مصطفى دور عربيه. بص لو ما خدش حقنه لو ما خدش حقنه تمام هتكفني جفله الايام ده، هتزعلني بصراحه. يعني انت ملزوم، الحقنه دي مجانا ببلاش، فاهمني؟ هيروح ياخد حقنه ويجي. تمام ابراهيم، هنمشي معاك بالكاميرا لحد الحمام. بس يا ميلو، بس يا ميلو ايه، هنمشي معاك بالكاميرا لحد الحمام. ابراهيم الموضوع ما فيهوش هزار، تمام؟ الموضوع ما فيهوش ايه، ما فيهوش هزار. ماشي احنا مش، انا يعني مش عارف نقول لك ايه، انت جواحت وبتعاند والعند اخرته كده. بعدين احنا بنصور حلقه تانية غير دي، تمام؟ عشان نوري العند بيجيب لي ايه. انت خوفتني من مين؟ مش دخلني تاني، انا خوفتني من بسبب العبد. تحياتي لكم يا جماعه، وتحياتي لكل الناس اللي متابعانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب. دي اخر نهايه اللي بيعاند واللي بيحاول يثبت للي حواليه ان هو شاطر عليهم وراجل عليهم. طبعا ده مبدا غلط يا جماعه، ما تحاولش ان انت تهزر او ان انت تقلب الموضوع لهزار، لان ممكن كلب انت مستقل بيه الكلب ده يحول معاك لجريمه او مشكله في حد ذاتها. اللي حصل النهارده ده الحمد لله، لان طبعا الموضوع مننا فينا، واحنا معرضين للحاجه اللي زي كده كتير، ودي حاجه احنا كلنا معرضين لها. يعني كلنا تعدينا وخدنا حقن، وكل اغلب مربين الكلاب واغلب الناس اللي بتشتغل في الكلاب طبعا اتعرض عليها المسائل دي. بس حابب اقول لكل واحد، لما تيجي تعمل نفسك راجل ما ينفعش ان انت تعمل راجل على حيوان، لان ده ممكن يوصلك لمرحله انت تندم عليها مدى حياتك. الحاجه التانيه يا جماعه، اوعى 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 كلب يعضك وتستهتر بالموضوع او بالموقف. اوعى كلب يعضك تستهتر بالموضوع وتقول لا ولا يشغلني ولا في بالي، ده ما تهمنيش، ده ما تعملنيش، ده ما توجعنيش، ده ما اثرتش. اي عضه من الكلب وبالذات لطشه الانياب بالكلاب الكبيره، طبعا هو الحمد لله الكلاب عندنا مطعمه وواخده السعار والكلام ده كله، وبالذات ميلو طبعا يا جماعه، اي لطشه من انياب الكلب اوعى واحترس منها جدا، لازم تاخد تطعيماتها ولازم تاخد الحقنه او المصل المناسب طبعا للعضه دي. في الاخر نقول لكم الحمد لله اني جت لحد كده، واحنا مش هنسيب طبعا ابراهيم، احنا معاه وانا مصمم ان هو هياخد الحقنه. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لكل الساده المشتركين. يا رب تكون الحلقه دي اتعلمنا او استفدنا منها حاجه. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكان مقصود الحلقه دي ان احنا نرجع ميلو زي زمان، نرجعه لشراسته، لان فتره انسيابه في العنبر جوه، وان احنا كنا سايبينه دايما وهاملينه ما بندربهوش وما بنلعبش معاه، وصلته لمرحله في الاخر ان هو بدا ان هو خلاص يعني نسى التدريبات ونسى الشراسه ونسى الحاجات دي كلها. ميلو كلب مالينو بلجيكي، طبعا كلب مؤهل للحراسه الحمد لله. انا كنت جايبه ما كانش مدرب للحراسه، دربته ووصلت بيه لمرحله جميله جدا في الحراسه، والكلب بقى شرس جدا في الهجمات والحاجات دي كلها. برضه عنده اداء في البحث والتفتيش وعلى السلاح، على المتفجرات، على المخدرات طبعا الحمد لله. برضه ده بناء عن شغلي معاه. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي لكل الساده المشتركين، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واحلى مساء عليكم جميعا. وعايز كل الناس اللي معانا تطمن على الراجل بتاعنا، الحمد لله طبعا احنا مش هنسيبه لان ده يعتبر دراعنا اليمين. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.